بعد إعلان وزير التربية طارق المجذوب عن إلغاء الامتحانات الرسمية وإكمال العام الدراسي عن بعد، تفاقمت إشكالية العلاقة بين إدارات المدارس الخاصة مع الأساتذة ولجان الأهل. منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب بطرس عزار اعترض على عدم استشارة الاتحاد في قرار الوزارة التي طالبت المدارس الخاصة بتقديم موازنات جديدة تحاكي تطورات العام. وبينما جمع يوم الاثنين المسؤولين عن المدارس الخاصة لإعداد ما سموه اقتراح خطيرة يرفعونها إلى مرجعياتهم، رد أمين سر اتحاد لجان الأهل الشريف سليمان على عزار قائلا: جاء زمن تطبيق القانون. وبينما يكثر الحديث عن مشاكل بين إدارات المدارس والأهالي حول الأقساط المدرسية، علق سليمان ملوحا بالذهاب إلى القضاء في حال أي إجحاف لحق بالأهل. احنا كل اللي عم نطلبه مراعاة مصلحة الطالب، حماية هذا الطالب يلي بوضع نفسي وقلق عالي، و مراعاة كاهل الأهل يلي ما بقى قادرين يتحملوا، ومراعاة وهذا هدفنا وهذا مشروعنا وهذا اللي قدمناه وصول الرواتب للأساتذة، وأن لا تتحمل المدارس خسارات. بس أنا ما بدي أعطي للمدارس أرباح، أساسا هي غير ربحية، هي مؤسسات غير ربحية. أنا عم بقول علميا قابل الأقساط للتخفيض بنسبة 40%، بتكون استوفت المدارس أقساط كافية لسداد كامل نفقاتها. هذا طرحنا فليقدموا طرحه. نقيب الأساتذة في المدارس الخاصة رودولف عبود أكد من جهته أن الأساتذة ينتظرون قرار إدارات المدارس للبناء عليه. عرفنا أنه ما في رجعة المدرسة ب 28 أيار، يمكن إلغاء الشهادة السنوية كان فيها حل تاني، هي تأخيرة بحال المستجدات الصحية سابت. بس المشكلة الكبيرة كان انه هيدا حل ما بيلحظ مشكلة حل مشكلة رواتب المعلمين يلي معه معالي الوزير، معه يعني عدد المدارس الكبير يلي ما عم يدفع رواتب، ومعه انه في اكتر من 13,000 زميلي وزميل مش عم يحصلوا على ولا نتفة من راتبهم، وهيدي يلي ما لتقي له حل بعد. هلأ في مساعي، بكرة في اجتماع بالوزارة رح نستكمل المباحثات، ولكن الوضع رح يكون كارثي إن كان على المدارس بشكل عام يعني أو على الأساتذة بشكل خاص. الأمانة العامة للمدارس الخاصة لوحت بإجراءات خطيرة في الوقت الذي أكد فيه مدير المدرسة البطريركية الربوي ليون كيلزي أن لا قرار متخذ بعد من قبل المدارس. تكيف مش عم بيلحق، كل نهار عنا تكيف جديد يعني إن كان صحي أو قانوني أو مالي أو ما شاء الله علينا، كله تعاميم وكله إدارات وكله قرارات وكله تغيير قرارات. نحن في وضع دائماً عم نتكيف لنشوف لا بالآخر هذه الأزمة علامة سترسو وكيف ستنتهي بأقل الأضرار الممكنة، لأنه في الأزمات يوجد خسائر وأضرار تتوزع على الجميع. يقف الجميع على سلاحه في هذا الملف، كل من وجهة نظره بانتظار ما سيقول له مصير العام الدراسي وسط اشتباك هو الأول من نوعه بين القوى التي غالباً ما كانت متحالفة أو متواطئة.